طبعا المدرب اليوم محمد حمد ما شاء الله عليه. ها ما اسمع مدرب يقول لك مدرب قدير ايه متمكن ايوه بيقول احسن من جعفر خاتم بيقول كوتش جعفر خاتم ما لا يعلى عليه ما شاء الله عليه هو عليك وهذه انا ما شاء الله عليك تبارك الله خلي استانس ابو هادي اليوم قول انت ما انا لله لا والله اللي ابو حميد ابو حميد اصبر هلا عودتوا